زهقت جدا لما احد اللي عامل نفسه شيخ ولا شيوخ ولا بيفهموا في الدين ولا بيفهموا في الدين ولا يعرفوه يقول لك حرام ان احنا نعيد على القبر. ايه المسخره دي؟ دي ناس مسخره، ده اسمه ازدراء اديان. دول المفروض يتحطوا خلف القضبان. اقل شيء نقوله في الوضع اللي احنا فيه اللي يقول كلمه زي كده يتحط خلف، ده متخلف. شيخ شيخ ايه؟ انا بصراحه جيت هنا علشان يعني ابين احترامي وحبي والود اللي بنكنه لاخواتنا، وعمرنا ما هننسى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قبل الفتح الاسلامي وصف المصريين في ذلك الوقت افضل جند الله. كان مين بقى اللي في مصر ساعتها؟ كان القبر.